وهران يوم 16 ماي 1509، يبحر إليها بيترو نافارو في حملة كبيرة تشمل 15,000 من أشد المقاتلين. وصلت هذه الحملة يوم 18 ماي، بعدما أتتها الرياح بما تشتهي السفن، فساعدتها في التهام الوقت والوصول بسرعة وبجاهزية تامة. وبكل سرعة نزلوا كالكلاب المسعورة على بر المرسى الكبير دون أدنى عائق. ضرورة أن إسبانيا كانت تملك المرسى الكبير، وقد هيأ حاكم المرسى كل الوسائل والأسباب من أجل نصر سريع، وانضم رجال الأسطول البحارة إلى الجيش وبادروا وهران بالقتال. لم يكن المسلمون المجاهدون في وهران أقل حمية ولا أقل عزيمة من الإسبان، فخرجوا للقاء العدو مستبسلين خارج أسوار المدينة، إنما كانوا أقل منهم عددا وأقل منه عدة، فاضطروا تحت ضغط الإسبان وكثافة عددهم إلى الرجوع حالا إلى وهران والاحتماء بحصونها وأسوارها المنيعة. فوقفت كل فرقة تحت السور الموضوع تحت حمايتها أو وراء أبواب المدينة المكلفة بالدفاع عنها، واستعدوا لخوض هذه المعركة. إنما حاكم المرسى الكبير قد هيأ المعركة على طريقة أخرى، ولمعرفة هذه الطريقة وكيف دارت هذه المعركة وما هي الأحداث التي وقعت، يجب علينا أن نبحر في بحر الكتب ونفري الأوراق ونعرف جيدا ما الذي حدث ونقف على الخبر اليقين. إن كنت مهتم أخي وصديقي بتاريخ بلادك الجزائر فتابع معي هذه السلسلة، إن شاء الله سنكتشف معا أمور عجيبة حدثت في هذه الأرض. ولا تنسى أن تفعل الجرس وتشارك هذه السلسلة حتى يصل إلى الكثير من المتابعين، وأشكرك مسبقا. هيا معي لنعرف الحقيقة في سلسلة جديدة من سلسلة الحروب الصليبية في الجزائر، وهذه قناتي كما قال الكتاب. مرحبا بك. قائد هذه الحملة بوتروس أنفاري أو بيدرو نافارو كان قد اشترى بذهب وفير وبوعود جمة لا حد لها ذمة اليهود أشطورة من مهاجرين الأندلس، من الذين أنقذتهم نفس مدينة وهران وأهلها من المحارق الإسبانية التي ذكرناها أول مرة في الحروب الصليبية ضد الأندلسيين في غرناطة. وقد كان شطورة هذا قابض الماكوس العام لمدينة وهران، واشترى هو بنفس الوسيلة وبنفس الطريقة ذمة اثنين من قابضي الماكوس الذين يعملون تحت إدارته، وهما القائد الخائن عيسى العريبي والقائد الخائن ابن قانص. فبينما كان المسلمون على الأسوار ووراء الأبواب يستعدون للحملة الكبرى، تجمعت الجموع الإسبانية حول باب من أبواب المدينة وقع الاتفاق من قبل عليه، وفي الساعة المعينة فتح شطورة والخونة الذين معه الباب، فتدفق الإسبان إلى الداخل المدينة وكأنهم السيل الجارف، يصرخون ويقتلون كل من وجدوه أمامهم،
دون اعتبار لجنس أو لسن، فذهب المسلمون من هول المفاجأة الفاجعة وأفلت زمام الموقف من بين أيديهم، ثم إن المدافعين عن الأسوار والحصون ارتدوا إلى داخل المدينة عندما رأوا تدفق سيل الإسبان، وذلك من أجل الدفاع عن ديارهم وعن حريمهم. فاقتحم الإسبان بقية الأبواب وولجوا المدينة من كل جهة، يذبحون ويقتلون ويدمرون، فامتلأت الطرقات بجثث القتلى، وكان عددهم يزيد عن 4000 مسلم ومسلمة من كل جنس ومن كل الأعمار، حتى لا يقال أن الكاردينال خيمينيس أو إكسيمانس نفسه كان يراقب المعركة، ولم يستطع ضبط دموعه وهو يشاهد في هذا المنظر المهول وبشاعة الأحداث وشناعتها. ولم يترك المسلمون رغم هول الفاجعة دفاعهم عن حماهم وعن شرفهم، فلجأت فلولهم إلى حي الفقيه حول المسجد الأعظم، وتحصنوا في الدوار يقاومون مقاومة يائسة 5 أيام بلياليها، إلى أن قتلوا وأخذ من بقي منهم أسيرا، ونهبت المدينة نهبا فاشحا وانتهكت الحرمات. وكان عدد قتلانا من المسلمين يزيد عن 4000، وكان عدد الأسرى الذين استعبدتهم إسبانيا يزيد عن 8000، سير بهم إلى طريق الذل والعبودية هناك إلى إسبانيا. 48. وأحصى الإسبان غنائمهم بوهران، وكان كل ما في وهران غنيمة لهم، فكانت تقدر ب 48 مليون دينار جزائري اقتسمها الجند فيما بينهم. بادر الكاردينال المنتصر بتحويل مساجد وهران إلى كنائس، فأصبح المسجد الأعظم كاتدرائية، وقد احتفظ الكاردينال لنفسه بأعلام المسلمين والأسلحة الثمينة التي كانوا يحملونها والكتب الفنية النفيسة ومصباح المسجد الأعظم، وهي كلها محفوظة الآن في مكتبة جامعة مدريد. يقول الإسبان أن قتلاهم في ذلك اليوم لم يكونوا إلا 30 رجلا، وهذه ولا ريب مبالغة من الإسبان ومن تبعهم من مؤرخي الغرب. يقصد بها إضفاء صبغة القداسة على ذلك النصر، ومهما كانت المبالغة ظاهرة فالأمر المحقق هو أن قتل الإسبان كانوا قليلين جدا، لأن احتلال وهران لم يكن نظرا لعنصر المفاجأة الذي عقب الخيانة وفتح الباب غدرا معركة بالمعنى الصحيح، إنما كان مذبحة عامة فظيعة. كان من نتائج هذا اليوم الأسود المكفهر أن الإسبان تمكنوا من احتلال النقطة الأساسية في بلاد المغرب الأوسط، ووسعوها وحصنوها وثبتوا فيها رغم كل المحاولات الإسلامية مدى قرنين إلى سنة 1792 ميلاد، حيث
استرجعتها إرادة الشعب الجزائري. في معمعة رهيبة ستأتيك أخبارها مفصلة تفصيلة مما وجدناه في الكتب والمقالات ومما ترك في الذاكرة ومما وجد في الذكريات. كان من نتائج هذا اليوم والرعب الذي أدخله في النفوس أن ذلت دولة بني زيان ونكست رأسها، فاعترف أبو حمو الثالث بنوع من التبعية الإسبانية وتعهد بأن يدفع جزية مقدارها 12,000 دوقة ذهبية، ما يعادل 288,000 دينار جزائري، و12 فرسا من جياد الخيل، و6 طيور باز الجارحة. كما كان من نتيجة ذلك اليوم النحس أن معظم رجال قبائل بني عامر وغيرهم من الأعراب الواقعين ضمن دائرة وهران الإسبانية قد خضعوا وخنعوا وأسلموا قيادتهم للإسبان وأصبحوا لهم أعوان وعيون. لم يحاول الإسبان يومئذ التوغل المسلح في داخل البلاد، واكتفوا بذلك النصر المزدوج السياسي والحربي، لأنهم كانوا يرون وجوب إخضاع المغرب العربي الأوسط على مرحلتين. المرحلة الأولى هي احتلال المدن الساحلية وحصر المسلمين داخل البلاد، والمرحلة الثانية تأتي بعد ذلك وهي الزحف من المراكز الساحلية المحصنة على البلاد الداخلية وإخضاعها. وقد نجحوا في تنفيذ مرحلتهم الأولى كما رأيت وكما سترى. أما مرحلتهم الثانية قد حال المسلمون بينهم وبين تنفيذها كما كانوا يريدون، وذلك بعد قدوم النجدة التركية وبتأسيس الدولة الجزائرية العثمانية، والتي طهرت بواسطة كفاح الشعب أرض الجزائر من السرطان. خضوع بني زيان للإسبانيين واعتراف أبو حمو الثالث بتبعيته وخضوعه للحكم الإسباني، وخضوع رجال قبائل بني عامر وغيرهم من الأعراب، يعني سقوط الغرب الجزائري كله في يد الإسبان في مدة لم تتجاوز 4 سنوات، والسبب كما ذكرناه سالفا، وهو وقوع الملوك في نار الفتن الداخلية والنزاع فيما بينهم على الملك. يا ترى كيف كان حال ملوك وأمراء الجهات الباقية من الوطن؟ وإلى أين ستتجه أنظار الإسبان؟ وأين ستأخذهم هذه المغامرة المجنونة في سواحل المغرب العربي؟ هذا ما سنكتشفه معا إن شاء الله في الحلقات القادمة من سلسلة الجزائر الحروب والنزاعات، حرب إسبانيا.